بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا الصباح وثاني أيام سباقنا المحلي الثاني، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الرابع عشر الخاص للقعدان من مسافة 3 كيلومترات وشعارات أبناء القبائل تحضر وتتواجد في هذا الصباح. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات المقدمة هنا الرسمي بشعار حمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني. المري يتقدم مع الرسمي، ولكن حصل تسلل من قبل شهلول. محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان يقدم لنا شهلول مع البداية مع أول المراكز. ثاني الأسماء الرسمية، ثالث الانطلاقات، وصل القادم مشرف سالم بن محمد بن سالم الخزينة المري يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء من الجانب الآخر، وصل الاسم القادم والمتقدم، هناك سياف حمد بن عمير بن عرار الرمزان النعيمي يقدم لنا سياف. خامس الأسماء، وصل هنا شامان علي بن حمد بن محمد بن نورة يقدم شامان. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. وأعود مع البداية، أعود مع الصدارة والانطلاق الأول شهلول على البداية. محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان يقدم لنا شهلول مع أول المراكز وأول الانطلاقات. ثانيا شامان بشعار علي بن حمد بن محمد بن نورة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز، وصل شاهين سالم بن محمد بن سالم التوم المري يقدم شاهين مع ثالث الانطلاقات. رابعا قادم مدهال عبد الله بن حمد بن جابر آل بريد المري، وايضا وصل القادم الرسمي حمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري يتقدم مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الاعزاء، وبدات الأسماء بالاغتراب نحو الصدارة، ولكن شهلول على المقدمة. شهلول مع أول الأسماء. محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان يقدم لنا شهلول مع الانطلاق الأول على رأس حربة هذا الشوط. بن ضرمان يتواجد مع شهلول، شامان مع ثاني الأسماء، علي بن حمد بن محمد بن نورة يقدم شامان. ثالث المراكز، وصل بن جبران مع طايش جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري، وصل مع طايش، بدأ يتسلل من مركز إلى مركز. رابعا القادم غيث عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري مع غيث، وخامس الأسماء سياف حمد بن عمير بن عرار الرمزاني النعيمي. ولكن أعود مع أجواء الكيلو متر الأخير والخطير، بدأ الانطلاق، بدأت السرعة من قبل هذه الأصايل. غير طايش، طايش إلى البداية إلى أول الأسماء. جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري البطل يتقدم مع طايش. بن جبران يحضر ويتواجد مع الصدارة مع طايش. شهلول مع ثانية الأسماء، محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان. ثالثا غيث، غيث بشعار عبد الله بن جار الله النابت يتقدم مع ثالث الأسماء، ولكن طايش وشهلول اللحظات الأخيرة. طايش شهلول، شهلول وطايش، ولكن شهلول يعود في اللحظات الأخيرة ويقير من الجانب الآخر بشعار محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان. بن جبران يحاول، وأيضا بن جار الله قادم. طايش شهلول، شهلول وطايش، بن جبران وبن ضرمان اللحظات الأخيرة. طايش، طايش يعود في اللحظات الأخيرة. طايش بشعار بن جبران البطل. تهانينا والناموس لمالك طايش جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وسعد الله صباحك يا ابو سالم على هذا الفوز. ثاني المراكز، وصل شهلول بشعار محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان. وثالث المراكز، ثالث المراكز وصل غيث
بشعار عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري ورابع المراكز. وصل رابع المراكز عزام بشعار فاضل بن ظفر بن راشد الهاجري وخامس المراكز. وصل شامان علي بن حمد بن محمد بن نورة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي حتى الرمق الأخير. تهانينا تهانينا والناموس لمالك طايش على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 4:32 و86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل شهلول، والتوقيت الزمني 4:32 و94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان. وثالث المراكز وصل قيث، والتوقيت الزمني 4:33 و42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك قيث عبد الله بن جار الله النابت المري. فتهانينا والناموس للجميع.